قوة بدر جنود النخبة في جيش طالبان المقبل وجها لوجه مع المارينز، بينهما أسلاك شائكة وعشرون عاما من الدماء. الآن هم في مهمة مشتركة، تأمين مطار كابل وإتمام عمليات الإجلاء بسلاسة، والأهم حماية الأمريكيين من تهديدات تنظيم الدولة. عند إحدى بوابات المطار أحبط مقاتل طالبان هجوما لهذا التنظيم الذي بات عدوا مشتركا لهم وللأمريكيين، ألقوا القبض على 4 مسلحين من تنظيم الدولة. نشرنا قوات خاصة قوامها 300 من قوات بدر التابعة للإمارة الإسلامية، إنهم مدربون بشكل جيد للتعامل مع المخاطر المحدقة بالمطار. تتقاطع نظرات الجيران الغرباء في صمت. مرحبا، هل لكم أن تصافحوا طالبان؟ لماذا لا؟ هل أنتم مترددون بسبب كورونا؟ الجواب الذي كنا ننتظره تؤكده هذه الصور. هناك تواصل بينهما فعلا. قائد فرقة المارينز المنزعج يقترب من ضابط طالبان يناشده أن نتوقف عن تصوير جنوده، وبالفعل أبعدنا من المكان. واقترب وفد رسمي مفاوض من طالبان. أزاح الجندي الأمريكي الأسلاك الشائك عن مسلكهم، اختفوا بسرعة في الجزء الذي يسيطر عليه الأمريكيون من مطار كابل. تفاوض مباشر يجري بين العدوين اللدودين بغير وساطة كما كان الحال في السابق. وصل فريق الهلال الأحمر إلى الجانب الأمريكي لاستلام جثمان شاب أفغاني قتلته فوضى المطار. هكذا يبدو حال اليائسين عند مداخل المطار ليلا ونهارا، يحاولون التسلل قبل أن تسد بوابات الإجلاء. إن شاء الله أفغانستان ستكون جنة بعد رحيل القوات الأجنبية، وسيعبر الأفغان بوابات المطار معززين مكرمين. ليس عن طيب خاطر، التعاون المشترك بين طالبان والأمريكان على تأمين المطار يتم على مضض، لذلك يغض جنود طالبان البصر عن المتسللين من حين لآخر. يناشد بعضهم الجندي الأمريكي بلا جدوى. عاد وفد طالبان المفاوض بعد ساعة قضاها في الجانب الأمريكي من المطار. يرفضون التصوير، لا يريدون أن يبدوا متعاونين مع الأمريكيين. ينتظر مقاتلو طالبان العبور إلى الجهة الأخرى، فرحتهم بالسيطرة على أفغانستان مؤجلة. ينتظرون تلك اللحظة التاريخية التي يغادر فيها آخر جندي أمريكي مطار كابل. صابر أيوب، العربي، كابل.